هذه وهذا موز من المزرعة قبل شوي. طازج توك صلحته ها؟ ايوه. اعطيني واحد. بعدين بوريكم الكادي ان شاء الله. المهم بيروح يضبط لي ويجي. هذا المكان اللي احنا فيه طبعا قرية ديعين تراثية، قرية قديمة وعيد ترميمها، طبعا فيها هندسة معمارية جميلة جدا، في اشياء اصيلة قديمة، في اشياء رممت. شايفين مجرى الماء؟ هذا عين، ما هي بشيء صناعي، لا عين طبيعية. واهل القرية دول عندهم هندسة جميلة، شوفوا كيف يعملوا انفاق هذا الدرج وهذا نفق، وهذا نفس الشيء درج هنا وهذا نفق، حتى المياه تنزل للمزارع اللي شفتوها قبل شوي، مزارع الموز والكادي والنخيل وأشجار أخرى. اللي تحت شايفينه هذاك، هذا مجرى سيل، يعملوا البناء هذا حتى يمنع السيول من جرف التربة والمزارع اللي فوقها. خلونا نشوف الحين الإبداع. شوفوا النفق، هذا كل اللي شايفينه السيل يمشي من تحته او الماء يمشي من تحته. هنا شلال وريكم اياه الحين من الجهة هذه، بس بطلع من فوق عشان الصوت يكون. شوفوا العامل فين واقف، في الدكة اللي يجري من تحتها الماء، وهنا زي المطل. تفكروا معايا بس وتخيلوا الناس اللي صنعوا هذه الحضارة صنعوها ليش؟ صنعوها لأسباب عدة، أولا تسهل عليهم حياتهم العملية، ثانيا عندهم أصلا ثراء وغنى يخليهم يفكروا بطريقة ترفيهية. طبعا لو هم فقراء ومحتاجين ما راح يفكروا بهذا الفن المعماري، راح يفكروا في شيء عملي بغض النظر عن الشكل وعن الرفاهية. لكن هذا يدل على أنها قرية ثرية في الأساس، ممكن موقعها له أثر أو منتجاتها اللي كانت تنتجها. هذا برضه شلال من الشلالات اللي تعتبر صناعية، يعني هنا حجارة مرصوفة رصف وبعدين أكل عليها الزمن. هذه الأشجار اللي قدامكم أشجار المعمر، الأشجار الكبيرة هذه، احنا حنمشي ليه ما نوصل للنبع اللي ملت. بقي المزرعة اللي شفتوها في الأسفل. الحكومة طبعا أخذت هذا المشروع، أخذت القرية هذه وجارية من التراث، تراث المنطقة، وحمتها وقفلتها ورممتها وخلتها مزار للي حاب يزور أو يستمتع بالمناظر. أتمنى لو أني أقابل أحد من الكبار في العمر من أهل القرية هذه حتى نأخذ علومها وأحداثها وأخبارها. هذا الوقت هو أفضل أوقات السنة إنك تزور الديعين.
الحين بوديك من العين المنبع. شوف كيف بانين لها بنا، هنا غرفة وهنا على اليسار غرفة، وهنا كودريد مدري شو، وهنا غرفة على اليمين، ثلاثة عيون أصيلة ثابتة طوال العام تجري. هذه عين جديدة، هذه العين عين سيول، ما هي عين ثابتة، يعني تطلع وتخف على حسب الموسم. شوف البنا كيف، ومن هنا تمشي كل العين اللي شفتوها والمياه اللي شفتوها.